انتصف نهار القاهرة، كل عام أنتم بخير. مرحبا بكم مشاهدين في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، مرحبا بكل السادة المشاهدين، وكل عام حضراتكم بألف خير. إلى تفاصيل النشر. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري وللأمة الإسلامية، داعيا للتأسي بخصال نبينا الكريم. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رسالة الإسلام التي تلقاها الرسول الكريم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، مشددا على أهمية قضية الوعي الرشيد. الحضور الكريم، إن رسالة الإسلام التي تلقاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي اقرأ، وذلك إعلاء لشأن العلم والعلماء وتقديرا لأهمية التدبر وصولا إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة، حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى عمل نعمة العقل الغالية والفريدة في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. ومن هذا المنطلق دائما ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. ولعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أي أمة بناء صحيحا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة والهدامة التي تقوض قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح للكون لما فيه الخير للبشرية جمعاء، وكمنهج للإنسانية في ترقية النفس البشرية وضبط حركتها في الحياة. الرئيس السيسي أكد في كلمته أنه علينا الاستمرار في تحمل مسؤولية تاريخية بالتعاون مع جهود المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر، مع الحفاظ على قيم الإسلام النبيلة. وشدد الرئيس السيسي أن مصر ماضية في مهمتها لتصحيح الخطاب الديني، وهي مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل بناء مسار يؤسس لبناء دولة المستقبل. وأشير هنا إلى أن الكلمة أمانة، عظم الإسلام من شأنها، ونبهنا إلى أهمية رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل. ومن هذا المنطلق أؤكد أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، وهي مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني معا مسارا فكريا مستنيرا ورشيدا يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل. وفي كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لزاما علينا الاستمرار في نشر قيم التصالح والتعايش المشترك، مشددا على المضي بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر. إن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر، وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة. وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسا ومنهج عمل، فإنني أقول لكل المصريين إننا ماضون
معا بإرادة صلبة، بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري، إعمالا بقول الحق تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الآية السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا. وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل كلمته على تقديم تحية تقدير للعالم دكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. وفي لفتة كريمة توجه الرئيس السيسي إلى العالم الجليل لإلقاء تحيتي عليه. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الشخصيات المضيئة التي أثرت مجال الدعوة في مصر والعالم، ومنحهم سيادته وسام العلوم من الطبقة الأولى. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الشيخ إسلام النووي من علماء وزارة الأوقاف. شيخ إسلام، كل عام أنت بخير. فضلتك كنت أحد حضور الاحتفال، برأيك ما هي أبرز المشاهد التي ميزت احتفال هذا العام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني من أبرز المشاهد التي بتظهر في الاحتفالات بالمولد النبوي مدى اهتمام المصريين حكومة وشعبا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة معالي وزير الأوقاف التي أوضح فيها مجهودات وزارة الأوقاف لبناء الوعي والتصدي للفسق المتطرف، كلمة فضيلة الإمام الأكبر الذي تحدث فيها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشادة الغرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجتنا للتحلي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ختاما كلمة فخامة رئيس الجمهورية التي أشاد فيها بدور العلماء وأهمية العلم، وكانت كلمة عن وسام للسادة العلماء ليبذلوا أقصى ما في جهدهم حتى ينهضوا بوعي الأمة وحتى يواجهوا الفكر المتطرف. فضيلة الشيخ إسلام، الرئيس جدد حديثه عن قضية الوعي ودور الإسلام في نشر الفكر الوسطي ونبذ التطرف، برأيك إلى أي مدى ترى أن الأزهر والأوقاف نجحا في إحراز تقدم في هذا الملف؟ التناغم الموجود بين المؤسسات الدينية بيعكس تقدم ملحوظ في بناء الوعي من خلال الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الدينية، سواء كانت مؤتمرات عالمية أو إفادة السادة الدعاة إلى الخارج أو مبادرات لبناء وعي الشباب بالتنسيق مع المؤسسات الشبابية ووزارة الشباب. اعتقد ان احنا بنحاول تقديم المزيد وبنقدم خطوات وبتزداد خطواتنا كل يوم عن الاخر، وان شاء الله الفترات المقبله تعكس مدى هذه المجهودات في بناء وعي الامه الذي هو امر ضروري جدا، ونحن مقبلون على بناء جمهوريه جديده. وزير الاوقاف اهدى الرئيس نسخه من سلسله اصدارات رؤيه، هل لك أن تحدثنا عن مضمون تلك الإصدارات إن كنت قد اطلعت عليها؟ يا وزارة الأوقاف، طبعا أنا مش متاح لي أن أنا أتكلم عن تفاصيل، لكن وزارة الأوقاف في الفترة الأخيرة تصدر مع مجموعة من الإصدارات التي من شأنها مناقشة القضايا المهمة والقضايا التي تطرح نفسها بقوة على الساحة، من أهمها طبعا كما أشار السيد الوزير أثناء الاحتفال قصة العقل في مقابل النقل، كيف يستقبل العقل النصوص الشرعية وكيف يتعامل معها بليونة وبرشاقة وفي نفس الوقت مع احترام النص والحفاظ على خصوصية النص.
الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وفي كلمته تحدث وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة عن عظمة سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه كان خير معلم للرحمة والسماحة، مشددا على أهمية التأسي بالرسول لنكون خير أمة أخرجت للناس، مؤكدا أن الأديان كلها رحمة وإنسانية. وأضاف وزير الأوقاف أنه تم إصدار المجموعة الثانية لسلسلة رؤية، والتي تحوي إصدارات تتحدث عن أهمية إعمال العقل في النص مع الحفاظ على مبادئ الشرع. وبهذه المناسبة الكريمة، فإننا سيادة الرئيس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة قد انتهينا بفضل الله عز وجل من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة رؤية، وتضم 15 إصدارا هاما من أهمها كتاب العقل والنص، الذي يؤكد على أهمية إعمال العقل في فهم النص وفق مقتضيات العصر مع الحفاظ على ثوابت الشرع، وكتاب الجاهلية والصحوة الذي يفند أباطيل أهل الشر في رمي مجتمعاتنا المسلمة المؤمنة الموحدة بالجاهلية ظلما وبهتانا، ويؤكد أن الصحوة الحقيقية ليست في مجرد الشكل الذي تتسطر خلفه هذه الجماعات، إنما الصحوة الحقيقية في الالتزام بجوهر الدين وقيمه السمحة، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن نعمل على تقدم دولنا في مختلف المجالات، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا بالعمل والإتقان احترم الناس ديننا ودنيانا. هذا وقام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتقديم أحدث مجموعة من إصدارات سلسلة رؤية هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدعم سيادته للخطاب الوسطي المستنير وتحسين الأحوال المادية للخطباء والأئمة. وفي كلمته قال فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني، مشيرا إلى أن طوائف المسلمين وهم يقتلون بعضهم اليوم يوظفون شريعة الإسلام في تبرير أفعالهم. أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن غليظ الطبع ولا فاحشا في قوله وعمله، ولا متفحشا ولا صخابا يرفع صوته في الطرقات والأسواق، ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وما رؤي منتقما من مظلمة ظلمها ما لم تنتهك محارم الله تعالى، فإذا انتهكت كان من أشد الناس غضبا، وكان يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم ويقول لهم ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. وما خير هذا النبي الكريم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد ليحل قضاياه المعقدة بينما هو يتناول فنجانا من القهوة. الحفل الكريم، إذا كان برناتشو يرى ضرورة عودة الهدي المحمدي لإنقاذ عالمنا اليوم، فإن هذه الضرورة أراها ألزم وأوجب لإنقاذ مجتمعات المسلمين أنفسهم من الأوضاع اللا إنسانية التي تردى فيها بعضهم ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هذا النبي الكريم واتباعهم لدينه وشريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء
ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع للذكر والتسبيح، يحولونها إلى ساحات حرب تزهق فيها الأرواح وتراق الدماء وتنتثر الأشلاء وتستباح الحرمات وتهدر حقوق الناس وحقوق النساء والفتيات والأطفال. وخلال الاحتفالية تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها من أجل تعظيم مواردنا من المياه، مشيرا إلى مشروعات تبطين وتأهيل الترع والمساقي وتحول من الري التقليدي بالغمر إلى منظومة الري الحديثة، ومشروعات تحلية مياه البحر إلى جانب مشروعات استغلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها. تأكيد جاء خلال اجتماع مدبولي لاستعراض آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي. من جانبه استعرض وزير الري موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد معالجتها، إضافة إلى ما تم من تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها، وكذا مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، وذلك من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا. يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم عددا من تقارير اللجان المشتركة، من بينها تقرير لجنة الخطط والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس النواب محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر. محمود، ما الجديد لديك عن جلسة مجلس النواب، وما هي أهم الموضوعات المطروحة أمامه اليوم؟ نعم عمرو، بعد التحية منذ ما يزيد قليلا عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، وهذه الجلسة يرأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس. وفي بداية الجلسة تم إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، منها أكثر من مشروع قانون يتعلق بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول في صحراء ومياه مصر. بعد ذلك استعرض المجلس طلبي مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، أحدهما مقدم من النائب فتحي قنديل عن سياسة الحكومة تجاه زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين، وذلك بسبب تكاليف إنتاجه العالية. ومشروع أو طلب المناقشة الثاني مقدم من النائبة ميرفت عازر و19 عضوا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك وبما يضمن السلامة العامة للمواطنين وما يتوافق مع قواعد المرور. بعد ذلك عمرو شرع المجلس في استعراض ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كذلك استحداث طرق للتعاقد مع تلك الشركات سواء كان ذلك بالتعاقد المباشر أو التعاقد عن طريق المزايدات والمناقصات والمبادرات التي تقدم من القطاع الخاص. كذلك يهدف مشروع هذا القانون إلى استحداث طرق وأنماط وأشكال مختلفة
لتلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. مشروع هذا القانون انتظم في 4 مواد غير مواد الإصدار. المجلس وافق منذ قليل على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وفي هذه الأثناء يناقش مشروع هذا القانون فيما يتعلق بالمواد المراد تعديلها. وإذا ما فرغ المجلس من مشروع هذا القانون خلال جلسة اليوم، سوف يكون مطروح للنقاش أيضا ما جاء بتقرير آخر للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية للموافقة على اتفاقية تم توقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية للمشاركة في المشروعات التنموية في مصر. في هذه الأثناء كما ذكرنا عمرو، يواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تمهيدا لأخذ رأي نهائي عليه أو إحالته إلى مجلس الدولة. محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة والسكان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد استقبال 1,611,090 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، وذلك بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات للمواطنين. يشار إلى أن مصر كانت قد استقبلت الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي 1,612,260 جرعة في شهر سبتمبر الماضي. هذا وتناشد الصحة المواطنين مجددا بتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان. من جانبه أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوطاج الدين أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا في البلاد مستقر، وأن هناك جاهزية تامة من قبل مستشفيات العزل لاستقبال الحالات المصابة وتقديم كل الاحتياجات العلاجية والتشخيصية لهم. وفي بيانها اليومي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 874 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة أمس. كما أعلنت الوزارة خروج 855 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268,210 حالات. مع بدء تخفيف المملكة العربية السعودية الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، أدى المصلون اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة أول صلاة من دون تباعد اجتماعي وبكامل طاقة المسجد الاستيعابية. يذكر أن السعودية كانت قد أغلقت المسجد الحرام في مارس عام 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات مشددة، قبل أن تسمح بعد 3 أشهر للمصلين بالصلاة فيه وفق طاقة استيعابية محددة والتباعد أثناء الصلاة. هذا وقد ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 241 مليون إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 5 ملايين وفاة. وفي هذا السياق، سجلت روسيا 34,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات في روسيا إلى قرابة 8 ملايين إصابة. في لبنان، أعلن البطريرك الماروني بشار الراعي رفضه لجوء أي طرف إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز على الطرقات، مشيرا إلى ضرورة أن تجتمع الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدا دعمه دور الجيش في لبنان. بدوره، أعلن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إلقاء القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيروت أمس الأول. وأضاف الوزير اللبناني أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك في منطقة طيونة، وهو ما أدى إلى إطلاق نار من الجانبين. كانت مناطق طيونة وعين الرمانة وشياح في بيروت
قد شهدت أمس الأول أعمال عنف من جراء إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة التي اتهموها بالفشل، ورفع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي لافتات تطالب بإقالة الحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك والمكلفة بإدارة السودان لحين إجراء الانتخابات، محملين إياها مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية. في المقابل تتواصل الاعتصامات بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسلم الجيش للسلطة في السودان، ويعاني السودان من تضخم يقترب من 400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43%. ميدانيا ألقت قوات الأمن القبض على 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمناطق متفرقة بالموصل، كما عثرت قوات الشرطة على مخبأ كبير للعبوات الناسفة وصواريخ كاتيوشا ومواد أخرى في محافظة كركوك. وضم المخبأ 11 عبوة ناسفة و11 صاروخ كاتيوشا، بالإضافة إلى قذائف هاون تم تفكيكها وإتلافها من قبل وحدة معالجة المتفجرات. أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن مقتل 160 حوثيا في غارات على جنوبي مدينة مأرب الاستراتيجية. وأفاد تحالف في بيان له بأنه نفذ 32 عملية خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل هؤلاء الحوثيين في العبدية جنوبي مأرب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر. يواصل بركان جزيرة لابالما الإسبانية قذف الحمم البركانية، وذلك بعد يومين من الزلزال الذي ضرب الجزيرة وأدى إلى تدفق نهر غزير من الحمم البركانية السائلة. كان البركان الذي بدأ ثورانه منذ أكثر من 3 أسابيع قد أسفر عن تدمير أكثر من 1800 منزل وإجبار ألف السكان على ترك منازلهم. يذكر أن آخر ثوران للبركان في جزيرة لابالما كان قبل 50 عاما واستمر نحو 3 أسابيع. نهاية نشرة الظهيرة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. نعم سارة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لك عمرو، وشكرا للمتابعة. شكرا. في أمان الله.